وسنة وانتم طيبين وسنة سعادة عليكم، واعمل لايك للفيديو واشتركوا في القناة ليصلك كل بطيخ. كله تتعب لي قلبه يعني لا كدب ولا غير. نفال يا معلم، نفال على عاد بطيخ يا معلم. حمارو على عاد شاكين يا معلم. البطيخ يا معلم، كل سنة وانتو طيبين. البطيخ يا معلم، عم اروح على السكين. هتقف من الرايه، عم اروح على السكين. واللي ما فيش عليه يبص يا معلم، ما اروح على ما تنادي يا البطيخ يا معلم. نفال يا معلم، نفال على عاد بطيخ يا معلم. اه معلم، طب معاك بطيخ؟ ايوه. طب نزل لك، انا ناخد اثنين للعيال. ماشي يا معلم. يا عم ياخد مننا كل دور وما يسيبنا وين. زي بعض يا استاذ، مره يقول معايا ومره يقول معايش. زي بعض. ماشي يا عم. انا عاد بطيخ. خش بقى قدام في الضل. خش ولا انت جاي البطيخ الشامل. ايوه نادي نادي من هنا عشان المنطقه توقف. البطيخ نادم عشان في المنطقة هنا. نادم يا ابن ابوك، ياخد لك اثنين. ما تيجي يا عم جمال تاخد لك اثنين. خش يا عم كان ورا غرب. البطيخ المرمل. خش. يعني لا كدب ولا غير. غطيها حلو. اه معلم طبار. اه معلم نفال. سنة طيب. طيب السيد يا معلم. يا باشا. ايه اخبار بطيخ معاك؟ احنا والله احلى من اللي ما تاخدهم كل دور يا معلم. والطيب عاد. وديت العيال. يلا كمل واحد طلع لك بالتمنيات يا عم. يلا بس اللي هتجيبه هات. يلا هات 20 جنيه. حلوه حلوه، وكله حلو. هو يا عم البطيخ ده. ايه البطيخ ده؟ ده نوع جديد. بطيخ مستورد يا معلم. ده بص يا معلم، انا مش عارف صراحه، مش البطيخ ده مش حلو، مش عاجبنا. لا اتشقت خلاص، مش عاجبني ده، ما ينفعش. اه معلم دي مش حلوه صراحه. معلم ليه يا معلم مش حلوه؟ لا انا قلت سويها. تعال شوف انت يا ابو نادي. ايه تعال شوف البطيخه. ما يا عم زي العسل. اها زين زي العسل يا عم، خلي العيال تاكل يا معلم. دفاس شوف ان هي حلوه يعني. حلوه ايوه يا عم. ده بص عامل ايه والله زي العسل يا عم. خالص خليني. طب بكام دي القعده؟ لا مش غاليه كمان، ب 20 جنيه. لا مش غير. مش هنقف معاك يا معلم. هات 15 ريال. هنقف معاك احنا. ما نقفش. لا بس دي مش حلوه صراحه. لا. وبعدين بقى الحمار بتاعك يا معلم. زي بعضه. لا. ابى اروح على السكين. بس القعده مش حلوه يا معلم. لا. لا. غالية يعني. لا مش غالي. لا غالي. لا. لا غالي البطيخ ده غالي. طالما شقت خلاص. اقول لك حلوه. حلوه. تقول لي ده كلمه. هو لازم ياكل منها عشان ده حاجه طباخ الدم الدودي. والله هاي ده يعني ايه ده؟ يعني طباخ السم المضوض. والله يعني باللغه الصينيه يعني. ماشي. المهم هات ال 50 جنيه ويلا خلينا نتكل على نشوف لقمه عيش. يا عم تعال شهد لنا. البطيخ انت معكش غيرها. احمر وحال على السكين يا بطيخ. يا عم احضرنا انت، احضرنا انت في البطيخ. شوف مشوار البطيخ ده، مشوار البطيخ صراحه. البطيخ مش حلو صراحه. هذا بطيخ حلو. البطيخ الشلل. ليه بودي انت مضغور بعد عني عشان نشوف زي حلوه صراحه. البطيخ مش حلو يا معلم. البطيخ مش حلو. لا عاد اقرا. لا لا يا عم اقرا عادي. لا 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 مش هينفع. البطيخ يا عم بطيخ يا بابا بعد عني. هو فين البطيخ بتاعك؟ قولولو بحبه. قولولو تتعب لي قلبه. قولولو الحقيقة.
بطيخ.